السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كان يحاول المراوغة في الدقيقة 63، فقد الكرة ثم توقف عن الركل لتصل الكرة إلى لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور، ليتدخل اللاعب البرازيلي دانيو من أجل إيقاف الهجمة، ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء. وفور حصوله على الإنذار قام بالصراخ في وجه اللاعب ليونيل ميسي موبخا إياه على عدم الركض لاسترجاع الكرة بعد فقدانها. اللاعب دانييلو كان غاضبا جدا وكان يصرخ ويرفع يديه أمام ليونيل ميسي، وردة فعل هذا الأخير كانت مفاجئة. اكتفى فقط بطأطأة رأسه نحو الأرض وكأنه يعترف بخطئه دون أن يدخل في أي جدار وشجار مع اللاعب دانييلو، ثم عاد ليكمل اللقاء دون أي مشاكل.